أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن إطلاق صندوق السيولة رسميا يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين ويحفز القطاعات الحيوية المختلفة الداعمة للاقتصاد الوطني. ونوه أن إطلاق الصندوق جاء تنفيذا لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل تمكين والمصارف الوطنية بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها، مما يعزز من مساهمات قطاع المال والأعمال في النمو الاقتصادي وينعكس إيجابا على تحقيق الأهداف المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الانتهاء من كافة إجراءات وآليات العمل ومعايير الاستحقاق والإطار التنظيمي المتعلق بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني في غضون شهرين فقط من صدور تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد دليل على الحرص الذي يتسم به فريق البحرين في القطاعين العام والخاص بتحقيقه هذا الإنجاز في هذه المدة الزمنية. منذ أن طرح سموه هذه المبادرة تقريبا من شهرين تم تشكيل فريق عمل لتقديم المقترح واعتماد المقترح، والحمد لله بدأت المبادرة ب 100 مليون وانتهينا لمبلغ 130 مليون، ونشكر كل من ساهم في إعداد هذه الخطة والمشاركة فيها. أعتقد هذه خطوة ممتازة وخطوة أولية وسباقة أن يكون في تعاون وثيق بين الجهات الحكومية والجهات الأهلية والمؤسسات المصرفية في مملكة البحرين لدعم الاقتصاد الوطني بصورة كاملة، وإن شاء الله راح تكون لها انعكاسات واضحة وسريعة على الشارع التجاري في أقرب وقت ممكن. أشكر سمو ولي العهد على هذه المبادرة لإطلاق صندوق سيولة 100 مليون دينار، وهذا طبعا راح يعطي إضافة قوية إن شاء الله لتفعيل السوق ومساعدة أصحاب الأعمال في تغطية مشاكل السيولة في السوق حاليا، وهذا راح تكون دافعة قوية إن شاء الله لتقوية الاقتصاد وتعدي المرحلة الصعبة الحين حاليا اللي مر فيها إن شاء الله في هذه السنة. أنا أعتقد أن هذه خطوة رائدة بإنشاء هذا الصندوق للسيولة حسب توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، وأكيد بيساعد السوق المحلي والشركات الكبيرة والصغيرة العاملة في البحرين، خصوصا في الأوضاع الحالية. فهذه أعتقد يعني دعم للسوق، دعم عن طريق البنوك ودعم من الحكومة. يعني عقب الظروف الاقتصادية الصعبة اللي يواجهها الاقتصاديات المنطقة بصورة عامة، كان هناك في توجه ان القطاع التجاري يحتاج الى بعض الدعم على اساس ان لدعم السيولة، على اساس ان الحركة الاقتصادية تتحرك بصورة ايجابية. وبالفعل الحكومة كالعادة كانت سباقة في ان تتحسس مشاكل القطاع الاقتصادي، وكان خبر أثلج صدور كل ملاك الشركات في البحرين بأن عندما سمو الأمير ولي العهد أعلن عن قيام هذا الصندوق، وبالفعل القطاع التجاري كان في أمس الحاجة حق مثل هذا الدعم في هذه الأوقات العصيبة. برأيي هذه تمثل التزام حكومة البحرين الرشيدة في دعم قطاع مهم جدا للبحرين اللي هو القطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أغلبية التوظيف في البحرين. المنطقة تواجه بعض الصعوبات التحديات الاقتصادية، البحرين بدون استثناء، ولكن من 2011
البحرين باعتقادي تأقلمت مع هذه التحديات، واليوم طرح صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو عبارة عن يعني مثل آخر بتأقلم البحرين والتزام حكومة البحرين بمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. دعا البيان الختامي للقمة الخليجية التي عقدت في الرياض إلى وحدة مالية ونقدية لحلول العام 2025، وأكد بيان القمة الخليجية أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية تؤكد حرصها على استقرار سوق النفط، وأشار البيان إلى أن التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون والتكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون. دخلت شركة أرامكو السعودية سوق البورصة مع بدء تداول أسهمها محليا بارتفاع بنسبة 10% عن سعرها المحدد مسبقا، وأصبحت بذلك أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم. ومع بدء التداول سيكون بإمكان المكتتبين بيع أسهمهم مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق. وبحسب بيان تداول ستكون نسبة تذبذب السهم بحدود 10%، وفي ضوء نسب التذبذب المعلن سيكون مسموحا للسهم بالتحرك بما لا يتجاوز 35.2 ريال صعودا ولا يقل عن 28.8 ريال. إليكم التفاصيل في العرض التالي. النشرة الاقتصادية مشاهدينا مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. شركة بوينغ تتجه لتسجيل أدنى معدل تسليم للطائرات خلال العام الجاري منذ عام 2008. اتفقت كندا والمكسيك والولايات المتحدة على تعديلات جديدة على اتفاق التجارة المبرم بين الدول الثلاث منذ 25 عاماً، بعد أن وافق المفاوضون على تغييرات على اتفاق أولي أبرم العام الماضي ليوقع المسؤولون الاتفاق الجديد. ويضيف الاتفاق الذي ما زال يتطلب موافقة المشرعين في البلدان الثلاث رقابة أشد صرامة على البنود المتعلقة بالعمل طالب بها الديمقراطيون في الولايات المتحدة، في تعديلات وصفتها نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي بأنها جعلته أفضل بما لا يقاس عن الاتفاق الذي أبرم بين إدارة ترامب وكندا والمكسيك في عام 2018. وسيحل اتفاق تجارة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا محل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا القائم منذ عام 1994، ويغطي تجارة حجمها 1.2 تريليون دولار سنويا عبر القارة. يسعى البنك المركزي الأوروبي لمناقشة مقترح إصدار عملة رقمية خاصة به في فرانكفورت بحسب وكالة بلومبرغ، ومن المقرر مناقشة هذا الملف في اجتماع البنك، وذلك قبيل يوم واحد من انعقاد اجتماع السياسة النقدية في المركزي الأوروبي تحت قيادة رئيس البنك المركزي كريستين لاغارد. ودعمت لاغارد مسألة إصدار عملة رقمية منذ أن كانت تشغل منصب مديرة صندوق النقد الدولي، فهي ترى أن بإمكانها دعم الأهداف العامة مثل حماية المستهلك وخصوصية الدفع. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
تتجه شركة بوينغ لتسجيل أدنى معدل تسليم للطائرات خلال العام الجاري منذ 2008 مع تراجع التسليمات بنحو 50% في 11 شهر الماضية. وقالت الشركة الأمريكية في بيان أن معدل تسليم طائرات منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر بلغ 345 طائرة مقارنة مع 704 طائرات خلال نفس الفترة من العام الماضي. ولأول مرة منذ يناير ارتفعت طلبيات طائرات بوينغ 737 ماكس الشهر الماضي إلى 30 طلب.